تخيل هو خبطته بالصخرة يا جدعان يا اسطى توتو يا اسطى اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده وتحدي جديد معانا في القناه. انا وعبده النهارده قررنا نعمل تحدي المية. التحدي ده احنا لينا حاجات معينه مفروض نعملها. اولا احنا عندنا اربع عربيات، كل واحد هيختار عربيه يمشي بيها ومعانا ادوات النظافه، يعني عشان لو حبينا ننظف العربيه. عندك فيه 20 لتر ديزل و20 لتر بنزين، ما عندكش غيرهم، و3 لتر زيت، وعندك اربع مواتير. هتختار منهم موتور المناسب لك او انت حاسس استهلاكه مش عالي او في نفس الوقت ممكن استهلاكه يبقى عالي بس سريع، على حسب. المهم ان انت تقفل الهدف بتاع النهاردة. ومش بس كده، معانا جردل فيه 10 لتر مية، معانا هنا اللحمة، دول بس المسموح لنا ان احنا ناكل ونشرب منهم، يعني نحافظ عليهم بمعنى صح لحد ما ان شاء الله نبدأ نخلص التحدي بتاعنا. حلو الكلام. طيب نفترض ان انت اتقلبت بالعربية والجردل بتاعك اتكب، خلاص راحت عليك، هتفضل متكمل اما تعيش يا اما تموت. هو ده التحدي. في حاجة برضو، ان احنا مسموح لنا ان احنا ناخد اي حاجة من البيت، وفي الغالب هي هتكون المية اللي هنملى بيها الريدرات بتاعتنا. نفترض دلوقتي ان البنزين خلص علينا او الديزل او الزيت اتحرق، اي حاجة ملناش دعوة، هو خلاص كده انت خسرت التحدي. اهلا يا حاج، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تناكه بقى، تناكه المشهورين. بص بقى يا اسطى، كل حاجه هتتظبط هنا ومفيش وقفه تاني الا بعد ما نخلص التحدي بتاعنا. سران هو البنزين بتاعه اللي هيخلص او الزيت بتاعه او المايه تتكب، او ماليش دعوه. المهم ان انت ما توقفش خالص. اختار انا عربيه. صراحه انا عملت شويه حلقات بالعربيه دي عجبانه قوي، انا هختار بيك اب. طيب انا بقى هاخد العربيه اللي جنب البيك اب، علشان دي يعني بصراحه من ساعه ما مشيت بيها وهي عجباني جدا، ثابته ما بتتهزش. بص رهيبه في الطريق، خدها كلها هناك. ادور اللوت ولا ايه؟ عايز اخلص. اول حاجه هركب الكاوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اسطى؟ يا اسطى استنى بس، شد الفرامل. خدت انا بقى موتور. انا هاخد الموتور ده اللي بيمشي بالبنزين صح؟ طيب خلاص. انا هاخد اخوه اللي بيمشي بالجاز. ايه هو بلدين واحد. بس على فكره في كذا واحد سالني قال لي هو الموتور ده احسن ولا الموتور ده احسن. اكيد السؤال ده اتكرر لك. طب انت ايه رايك، ده الموتور ده احسن ولا الموتور التاني احسن؟ والله انا شخصيا لما عملت لهم التجارب هما الاثنين ما حسيتش بفرق. بس في مشكله دلوقتي، انا الجردل بتاعي اتكب بالغلط. عادي يبقى نملاه من البيت، انا لسه ما بدناش التحدي. اتكب يا لهوي. يا عم ماشي، ما فيش مشاكل. كبيت الجاز في الموتور. والله انك كفو يا زلمه. انا كده ماليش دعوه، قفلت ال 20 لتر بتوعي وكده 100 100. هنعديها هنعديها ديها. يلا مش مهم. حطينا بالظبط ال 3 لتر الموجودين. نيجي بعد كده نبدا نحط الكشافات. حطينا الكشاف بتاعنا، محتاج عداد. طبعا احنا جبنا عدادات اللادة علشان هي سرعتها كويسه 160 بالظبط. هيجي منها نبدا نحطها هنا، ويا اما النور عنده فصل يا اما هو قطع. دلوقتي نظفت العربيه، وللاسف طلع لي اللون الغريب ده، اللون البناتي. اشمعنى انا يعني؟ بس ما علينا، انا كده كده حبي للعربية دي فاق كل التوقعات والتخيلات. دلوقتي خلينا برضو ندي لها رشه اللمعه. 1 2 3 4. ايوه ندي لها كمان رشه ولا كده كويسه؟ انا شايف كده ان هي كويسه، يعني مش محتاج اكتر من كده. نبدا بقى نحط الحاجات بتاعتنا جوه بقى معانا كده، علشان يبقى كده الامور كلها تمام وفي السمباتي. وبسم الله الرحمن الرحيم. الفرش خلينا ناخدها معانا احتياطي، جاز كاوتش مثلا يضرب مننا ولا يبوظ. بس انا مش محتاج الجاز في حاجه. ونبدا ناخد الفرشه الثانيه وهكذا، يعني خلاص كده يعتبر قسم. بس ان احنا نملى الجردل من جوه ونظبط الريديتر بتاع العربيه ونبدا نتحرك. حلو الكلام. ادي الجردل، طبعا هو اتكب مننا بالغلط. طبعا التحدي بتاعنا لما نبدا نمشي بالعربيه نحاول بقى نحافظ على الميه والاكل اللي معانا بقدر الامكان، ما نحاولش ان هم يقعوا مننا. طيب خلاص كده المواتير دول احنا مش عايزينهم، خلينا بس ننام ممكن نصحى الصبح عشان بس ايه ننور كده على الدنيا كلها. شغل الكلاب ده مش عايزينه هنا لو سمحت. احنا قلنا الجردل، يبقى هو الجردل اللي هنمشي بيه. قاعد يملى في البتاع الواد، يعني ايه خلاص شايف نفسه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نروح عند البيت ابدا املى بقى الدنيا بتاعتنا دي ونظبط دنيتنا ونبدا نتحرك. يعني للاسف اللي احنا عملناه ما ينفعش معانا للاسف. ادب وسفاله يا راجل. عم فكرني يلا مش شايفك يلا ولا ايه؟ طيب في حاجه حلوه يا عبده في اللعبه عندك، تعرفك الكيلوهات من غير ما تستعمل العداد. يظهر لك كده شاشه ديجيتال في العربيه نفسها، تقدر تشوف كل حاجه منها. ماشي انا هروح اخد من عندها دلوقتي. نضف بس عربيتنا، بس ايه اللون الجامد ده يا جدعان؟ ما كنتش عايزها كده. يلا مش مهم، قاعد ياكل وقاعد يظبط نفسه. طبعا توتو صديق الرحله عندي بقى. في كل السلاسل باخده معايا، ما ينفعش. نبدا نلون العربيه بس كده. خد يا اسطى اشرب شاي. اشرب شاي يا اسطى. اشرب شاي. خد شاي. يا سلام على العدادات اللي شكلها مستفز دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت رايح فين؟ استنيك اهو، بس انا بظبط الوحش بتاعي. بس اديلك حملة نظافة. يلا 20 جنيه يا باشا، 20 جنيه على النظافة. حبيبي حبيبي خد يا صاحبي، خد يا صاحبي. 20 جنيه يا اسطى، 20 جنيه يا اسطى، يا اسطى 20 جنيه ما ينفعش كده. بس ما تعملش
كده ما تعملش كده يا اسطى. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ده يا اسطى في ايه يا اسطى في ما تظبط يا زميلي في عايزنك سيب الجردل خد لك يا اسطى بوكسر امشي بيه. بس الحموله دي عليها بفلوس يا صاحبي معلش هتحسبها لو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص بقى انت شغلت العداد اللي احنا شغلناه ده عايز تقفله اقفله براحتك بس هو يعني دقته اكبر يعني فبس كده هو هات يا حرام الجردل اللي فين الجردل بتاعي بس احنا شغل حراميه فين الجردل بتاعي يا ده صاحبي ورا في العربيه وفين جردلك انت بقى ايه وجردلك فين بقى ايه ده غالي لا يا غالي احنا لا والله طب بقول لك ايه املى بقى ده الجردل خلصت انا الله 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 عليك يا ابني والله ايه ده يا جدع ميه يا حلو حلو يلا اركب بقى يا صاحبي روح روح بسرعه بسرعه ما حبيبي حد خد حاجه روح روح بسرعه يا صاحبي بسرعه بسرعه روح روح بسرعه بسرعه هات يلا حرام يلا بسرعة بسرعة يا رايفين تعال الجردل فين يا حرام يا والله ما انا عارف امشي يا اسطى امشي يا عم ابعد يا هات الجردل هات الجردل الجردل الحرام مش عايز تمشي الحرام مش عايز تمشي يا وات يا عم يا عم ايوه بس سلام عليكم يا عم ابعد عني يا عم لا يا راية جردل فين يا كلب جردل فين يا حرامي جردل في العربية يا زعبي طب خليها لك عادي التانية مليانة سلام عليكم خليها لك سلام ماشي يا عم خلصان انا اخدها وامشي يلا ولا تقول لي جردل ولا تقول لي معرفش ايه يلا يا عم هبدا اتحرك هو اللي غلطان حد يسيب البيك اب براحتك يلا بسم الله توكلنا عليك يا رب يا مسهل حال يا رب رب سهلها معانا يا رب باي يا ابن اللذينة عاطيها يا اسطى في حاجات ومحتاجات يا سلام شوف يا جدعان براحتك خالص اللي انت عايز تعمله اعمله خلاص يا اسطى انا العربيه عندي اخرها بعيد ماليش دعوه على نفسك بقى صاحب العربيه ما بتمشيش انا مالي صاحب العربيه مش راضي تمشي افصلها وهي تمشي سلام مع السلامه روح ربنا معاك ما شاء الله دماغ شغاله يعني بقى اللي حصلني يا باشا ايه حلو الكلام عندك ولا ايه تمام جامد يلا ربنا معاك تعرفين طبعا يا جدعان لازم كده في البدايه ما نسخنش نمشي براحتنا وعلى الهادي لسه ده كله ما مشيناش الا 1 كيلو يا نهار ابيض لا عطيها يا مدير شغل ودوش السلام عليكم بس ايه اللون الاخضر الجامد يا جدعان قاعد في قعود قرقير يا اخي والله العدادات عند الطابلو شكله جامد كده ورايق يا اسطى العربيه بتاعتك بتدخن دخانه كبيره ليه كده في ايه كويس يا اسطى يا سلام يا جدعان والله متعه عارف انت كده تكون ماشي مستمتع كده بالطريق ودنيا رايقه وبتاع ومعاك ميه واكل وشرب ومنظار منظار يا حرامي طب انت واخد المنظار اللي احنا قلنا ما حدش هيقف في الطريق او كده يعني يا سلام يا جدعان عشان اشوفك لما ببص ورا دايما حاسس ان انت هتبقى في ظهري كده ايوه مظبوط يا سلام صدقوا ما طريق جولف سريع يا جدعان يعني سريع وموفر في نفس الوقت ياه هجيب ولا ايه هجيبك يلا يا بوت يلا ولا ولا تيت ولا 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 يلا يلا يا بوت يلا من هنا يلا الله انت اللي سبت العربيه ومشيت يا يلا 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 دوس بقى انت افضل دوس براحتك بقى انت ماشي كام يا اسطى ماشي كتير داخل على 160 انا داخل برضه على 160 بقى انا مهدي اصلا عادي ولا نازله بقى وكده فاهم نازله انا عارف ايدك على الدبرياج والبنزين ايدك ورجلك دايس عليهم على البنزين بس
ايوه نازله عادي خالص انتوا شايفين يا جدعان. يا سلام راحه نفسيه ابديه فظيعه يعني. تخيل بص ممكن تسيب عربيتك وهي تجري عادي. شوف كده ازاي. بص تاني يا جدعان استنى بس نمشي بخط مستقيم واوريكم اللقطه اللي حصلت. بص 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 هجيبك يا ابني تعالى. شوف لو راجل دوت فراغ لو خلينا يا جدعان نشفق عليه. خلينا نشفق عليه نشفق عليه هنجيبه يا جدعان. تعال احنا بصوا كمان برو كم هير. ماشي خلصان براحته براحته براحته. تعال يا اسطى مستنيك اهو. انا ماشي على 130 على فكره. يا مش شايفه يا جدعان هو راح فين. يا اسطى انا اهو. هلا والله. شوفوا شو يا جدعان. حبيت اغيظ حضرتك يا فندم. سلام عليكم. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت كده روش يعني وجابي داخل 50 60 الف حاجه. العب يا نهار ابيض. ايه ده العربيه دي بتزعل في الطلعات؟ لا ابن اللذينة ادفع كده يا اسطى. انت عملت ده مش رجولة دي يا زميلي. دي مش رجولة دي. دي قلة ادب وسفالة. دي قلة ادب يا باشا. خد تعالى والله ما هسيبك تعالى. مفيش تربط شرشر هنا يا جدعان. تعالى مش هسيبك. اسمه يا غالي تربط شرشر. تعالى يا اسطى ده انا اوريك استنى بس. يا لسه 4 كيلو يا جدعان. ده ايه ده احنا غلطنا في الرقم ولا ايه؟ ده احنا غلطنا في الرقم. انا حاسس ان ال 50 احسن. ايه لهوي يا لهوي. يا لهوي خبطت في الصخره يا جدعان. اوه اتعدلت يا جدعان. يا لهوي على الاكشن. ايه اللي حصل ده؟ شفت اللفه؟ شفت انا ولا بلف؟ يلا تي تي ولا وسع على عطيها. ده يا شوشو ولا فرحين شوشو لسه بفحط. يا ولا يا ولا دي يا طحيط. اوف 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 انا بفحط. يا نهار ضحك يا جدعان. لا يا اخي الجولف حكايه على فكره. تعالى تعالى اذا انت رجال كمير. هو ليه ما فيش مرايات العربيه دي عشان نقعد نبص فيها ونقعد نبص ورا كل شويه؟ يعني مرايه يا باشا. انا عارف. شوف هيعمل نفسه روش وراح خبطني يا جامد. لا بس في الصخره. يا لو وريت ترويعه كل حاجه. الا داله دي يا جدعان والله. لا داله يا اخي شرخ ابن اللذين. انت لسه هنا يا اسطى؟ مش قادر امسك الجوار بالضحك. ايه اللي جاب الصخره دي هنا؟ لا والكشاف طار وحوار كده حصل. يا نهار ابيض. يعني كويس ان انا جايب البخاخ معايا عشان انضف العربيه دي واحنا ماشيين. ايوه كده. يا سلام. حط بقى البخاخ هنا. يعني يا جدعان لسه 4 كيلو يا جدعان. انت ازاي 4 كيلو 13؟ ايه ده انت بتعرف ازاي؟ انا حاطط عيني على الغيار. ايوه صح احنا كده 13 كيلو. وانا قاعد اقول شكل الخمسه دي مطول. دلوقتي زي ما انتوا شايفين احنا ماشيين على 180 بلا فخر. وتلاقي صاحبك ماشي على 110. 180. يا اسطى عيب عليك يا اسطى. دخلني في الصخره صح؟ ماشي روح 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 روح. ماشي هلا ورديك. روح 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 كمل. دوس 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 دوس. وصل المريخ يا جدعان. هو اللي زعل. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. اجيبك اجيبك مش هسيبك اصلا. يا انت مفكر يعني ان انا يا لهوي على الضحك يا جدعان. ده انت من عالم اخر يا ولد. كم هير مان كم هير اف يو بان كم هير. بس كده يا جدعان خليه هو دايس بقى بنزين وقاعد يحرق في عربيته واحنا بقى ماشيين براحتنا. عامل نفسه بقى فريق يا الولد. هو اللي ضيع نفسه. يا بصوا يا جدعان يعني يعني انا مش عايز اتكلم كتير صراحه. شايفين؟ باي مع السلامه. انت بقى سلم على الشهداء اللي معاك. شايفين يا جدعان بيعمل ايه؟ يا لا على الضحك يا جدعان. خلينا كده احنا ماشيين مستريحين دنيتنا حلوه.
هو تانك البنزين فين؟ بنزيننا لسه زي ما هو تمام، ما فيش اي مشاكل يعني. كل ده بتعرف ازاي؟ خبره بقى وكده. خبره يا اسطى، انت بتوصل في البيك اب؟ انا عندي مش عارف اوصل، لو اجيب حد يشوفني هقف جنبك يا اسطى وابص لي على البنزين. تعالى تعالى بص لك على البنزين. بس انا ده ازاي اشوفه لك والبنزين من الناحيه الثانيه؟ طبعا زي ما انتم شايفين انا سايق وقاعد جنبي في نفس الوقت، فالموضوع جامد جدا يعني. محدش يسالني ازاي انت سايق وقاعد جنبك. تعالى يلا يلا تعالى شوف شوف بيعمل ايه ده، انا ما اعرفش. بفحط ساعات 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 ساعات. شوف شوف العربيه بتاعته بتطلع دخان ازاي، يا نهار ضحك يا جدعان. وانا عربيتي رايقه فيها يا ابني عوادم صديقه للبيئه، دي ما بتطلعش دخان ابدا. طبعا طبعا يا باشا طبعا. ايوه تعالى بقى شوف لي شوف لي البنزين يا اسطى. تعالى يا اسطى تعالى على الشمال على يمين. تعالى خلصان عيميني. شوف 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 نيته بالسلكة. عارف يا اسطى انا هطير، انا خليك انت بقى. نيتك بالسلكة دي شغل يا ابن العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سلام عليكم. هو انت ما كنتش مشغلها كل ده يعني؟ كنت ماشي على هوا. تعالى تعالى تعالى، مش انت اللي اتكبرت؟ تعالى اتفرج على الجولف بتعمل ايه. تعالى تعالى بص راحتك خالص. انا ماشي اهو براحتي وماشي في حالي، ولا ليها دعوه بحد ولا اي حاجه. ايه ده يا اسطى؟ الكشاف يا غالي. حاجاتك طارت يلا. حاجاتك طارت يلا. ايه ده؟ يا اسطى انت كنت حاطط الاكل فين؟ معرفش، حاجاتك طارت. انا مالي؟ استنى يا اسطى انا جعان. شوف التانك بتاعه في يدي. ما تجيب لي سندوتش يا اسطى. الاكل على الكرسي ورا، الاكل على الكرسي عندك. لا مش عايز تمشي. انا عاوز اشوف انت معاك كام لتر يا عم، مش عايز اشوف لك. ايه يا اسطى اللي بقع منك ده يا اسطى؟ بس ما تزلقش عليا عشان ما نلبسها يعني. خلينا ماشيين قصاد بعض بالحب كده. تعالى انا هفضل ماشي ثابت اهو. تعالى ما اطلع لك احسن. استنى بسم الله الرحمن الرحيم. معاك 18. وانا كام؟ يا سلام. يا اخي احلى حاجه في موتور الجولف ده ان هو ما بيستهلكش. يا سلام. عادي باشا. سلام. يا ترى مين اللي هيكسب في التحدي النهارده؟ تعال تعال يا عم السبيد مان. تعال ها كده. انا ما فضلش معايا عداد الحمد لله. قلت لك العداد بتاعك اكتر وكشفته. احنا مش بتوع الكلام ده يا باشا. ايوه انا. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم. ايوه يابا. ايوه ايوه يابا. الناس اللي دايسه ولا همها. انا مش عارف صراحه الواد ده ماشي بسرعه كده ازاي. ده سرعه خارقه حريقه دي. ربنا يستر عليك يا ابني والله. انا البس البس يا جدعان. يا ساتر يا رب. يا نهار ضحك يا جدعان. ده ايه ده يا غالي؟ ايه واتس هابن بيبي؟ انا متهيألي مش عارف، حسيت ليه العربيه بتطلع دخانه بيضاء. ليه يا اسطى بتقطع المتعه بتاعتي يا اسطى؟ ليه بتقتل المتعه يعني؟ انت ماشي وقاعد استمتع بجمال الطريق وانت جاي تخبطني يعني؟ ينفع ينفع كده يا اسطى؟ ماشي يا اسطى انا هوريك. ايه ده يا اسطى؟ ده اصلا البنزين باين جوه في العداد الديجيتال اللي احنا حاطينه. تصدق فوق الكيلو؟ لا فوق. فوق الكيلو 18. ايوه روح يا جامد. روح يا مدير. العباد دي بلاش في السرعه ولا ايه؟ طفحيت يا باشا. مش بس كده يا معلم. ايه اللي بيقع منك ده يا غالي؟ ده في حاجات كتير مش على قد. بس يا اسطى في حاجه محشوره مش عايز تقع. مش عارف في ايه. اقعي بقى اقعي. مش عايزه تقع يا جدع. ده نازله محروقه يا اسطى. بس في حاجه بنت ايه مش محشوره برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده 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 يا غالي؟ يلا لا 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 خلاص احنا يعني مش عايزين نفحط. ايوه خليه هو يفحط كده بقى نفسه. عربيته اللي شبه الاستك حموده ده. شغل ايه؟ يا كلب. يا كلب يا دوج. لف. سبحان الله سبحان الله. يا سلام. خد يا اسطى واحده كمان. يلا يا عم شوف روح من هنا يا عم. إيه انت شايف راح مين يعني؟ انت عديت ازاي؟ ليه عديت ازاي؟ ايه ما انا ماشي طبيعي زي الناس اهو. يلا يلا عشان لسه لسه يا اسطى في طلعات جايه. لسه في طلعات جايه يا مدير. يا سلام يا جدعان. اقسم بالله راحه نفسيه ابديه فظيعه. تخيل تكون انت قاعد كده متمايكن ايه ده ويطلع لك واحد شبه الخنفسه الخضراء يجي جنبك يقعد يزنق عليك وانت ماشي على ال 120. طب يا اسطى احنا حلوين. كمل انت خد في حالك. انت خد في حالك. ايه ده انت رحت فين؟ شمالي. شو راح فين؟ خد شمال. طبعا ده كله لان البيك اب عندنا عربيه جامده وتقيله ودفع امامي، اما هو عنده عربيه معفنه دفع خلفي.
كل ما يجي يخبط بقى خبطه ولا نفخه تيجي فيها تروح لفه حوالين نفسها. يعني عربيه اي كلام صراحه يعني. ما اعرفش بصراحه انا كنت اخد العربيه دي ازاي اصلا، ما اعرفش. بص طبعا هو جاي عايز ينتقم، فاحنا هنعمل كده عشان نسيبه يعدي، نخليه يفرح شويه بالعربيه اللي معاه وبعد كده يبقى نجيبه بقى. ولا اقول لك مساعده مش عارف ايه صدق، تعالوا خلينا نساعده نديله زقه كده من ورا ولا هتعرف. يا جدعان انت ماشي على كام دلوقتي؟ ماشي على 140. لا وبخرم وحالته حلوه. يا سلام. ايه لما نخرم يعني؟ يا سلام على التخبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انتم شايفين هو بقى شايف نفسه عربية بتاعته بيك اب بقى وفروت. والله ما لمسته انتوا شايفين. انا بس انا قاعد ابص عليه، والله انا ماشي بس قاعد ابص عليه. يلا ارضيك يا كده. طبعا لازم تبقى ذكي عشان تقدر تستغل كل الموارد الموجوده. ايه يا اسطى التوتو يا اسطى؟ زي حرام يا اسطى. اوف توت هتوقع لي العربيه. يلا يا راوي يا لارضيك يا جدعان. احنا ما اتفقناش على السرقه. كيف تسرق توتو من صديقك؟ بس ايه كده، موضوع بسيط يعني مش مستاهل اي حاجه. هو يجي جنبك، بص خد كل اللي انت عايزه، ممكن تاخد الماتور عادي يعني. مش عادي خالص يعني اللي انت حابه. ابعد عنك، ما تمشيش جنب تاني. ماشي جنب يعني الواد يعني ايه شايف نفسه ايه؟ مفيش منه اثنين. اللي هو عايز يوريني يعني العربيه بتاعته ايه خطيره بومب سلام.